ومتابعين وأولى فقراتنا لليوم رح نروح بعالم الطب وخاصة طب الأطفال. فكثير من الأطفال بيعاني بأعمار مختلفة بألم مزعج في البطن، وقد يختفي شوي وبيظهر شوي تاني أو بأيام أو بأسابيع، وقد يحدث هذا الألم بأوقات مختلفة، منها بساعتين أو 3 ساعات من تناول الطعام أو في منتصف الليل أو عندما تكون معدة الطفل فارغة. فهل هذا يسمى بجرثومة المعدة أم أن هناك مرض آخر له نفس الأعراض؟ رح نحكي أكثر شو هي جرثومة المعدة وشو هي الأعراض يلي بتظهر عند الأطفال، خاصة مع دكتورنا العزيز وضيفنا الدائم الدكتور قصي الزير أخصائي أطفال. صباح الخير دكتور. صباحكم ورد يور وجميل، صباحك ورد، يسعد صباحك. مثل هالجو الحلو بالشام، يعني الحمد لله لسه الشوبات ما اجت كثير، برودات لسه، لسه الجو برود. مقبول الصبح، ايه، فصباحكم حلو ان شاء الله. هيك اطفالنا دائما صباحهم حلو ببيوتهم، يا رب تكون بسمتهم الجميله دائما هي سعاده الاهل. اكيد. يسعد صباحك دكتور. يعني بالبدايه خلينا نحكي، الصيف دائما بيحمل كثير من الامراض، خلينا صحيح. نقول صحيح. ألم البطن أو ألم المعدة المفاجئ دون إسهال أو إقياء والمتكرر، حالة يمكن شائعة عند الأطفال، تمام، وهي يمكن سبب علمي هو جرثومة المعدة. قبل ما نبدأ خلينا نعرف شو هي جرثومة المعدة بعدين نسألك تفاصيل. هلأ مو كل ألم بطن، بس مشان ما نخلي الأهل دائما المشاهدين بياخذوا الكلمة بقى، وبياخذوا بقى أنه ألم بطن معناتها جرثومة معدة. ليس كل ألم بطن هو جرثومة معدة. جرثومة المعدة الهيليكوباكتر او البايلوري او الجرثومه الحلزونيه بنسميها في اللغه العربيه. الام البطنيه عند الاطفال لها اسباب كثير، ما فيني اربطها بالصيف، قلتي الصيف والامه، ممكن اضطرابات الهضم، ممكن يكون بين الشوب والبرد، ممكن يكون الام البطن لامراض اخرى كثيره، لكن نحن هون بالحلقه هاي بدنا نحكي عن جرثومه المعده يلي ممكن يكون عندنا نسبه المصابين او الحاملين 50% من عدد السكان، فلذلك هي جرثومه ممكن تنوجد عند الاطفال مثل ما بتنوجد عند الكبار. وجودها بيسبب الام، الطفل ما بيعرف يقول انه بالمنطقه الشرسوفيه منطقه المعده، بيقول عم يوجعني بطني، آلام بطنية مبهمة عند الطفل، وخاصة بتجي عند الجوع أو بعد عدة ساعات من الطعام، بتجي بشكل فجائي، ممكن هي أحد الأسباب اللي بتعمل إقياءات، ممكن تعمل نقص بالوزن، ممكن تعمل تململ عند الطفل، قلة شهية، نقص بالنمو كله، ممكن ما يفكر فيها لا الطبيب المعالج ولا الأهل. آلام بطنية بنعطي مضاد تشنجات وبنعطي كتير أدوية، لكن ممكن ما تجي بذاكرة الطبيب. نحن بالحلقة بدنا يعني هيك نعطي يعني همسة أنه إذا كان في آلام بالمنطقة الشرسوفية عند الطفل ممكن أنه نفكر فيها كأطباء، لأنه نسبة وجودها مثل الكبار بنسبة عالية، لأنه هي ممكن ياخذها الطفل عن طريق العدوى ما بين الآخرين والقبلات. عندنا صعيد الكورونا الله يخلي يعني هالشغلة الوحيدة أنه خفف القبلات ما بين الناس، صحيح. يعني السلام الحميمي اللي بيكون، حتى السلام بالإيد المصافحة صارت خفت كتير، فالتلوث صار أخف لأنه الأطفال بيبوسون الأهل على تمهم وبيبوسون بحمامية هيك دفء أكتر. فهذا الشيء إذا كان الأهل حاملينه أو من يقبل الطفل ممكن يعديه، ممكن يعديه عن طريق كمان التلوث البرازي، ممكن من استخدام المراحيض بطريقة غير نظيفة. فالآلام البطنية عند الأطفال بسبب جرثومة المعدة هي شغلة موجودة، لكن بتواتر معين، بس مو هو أي ألم بطني هو سببه جرثومة المعدة. نعم دكتور، كمان خلينا ننوه لنقطة، مثل ما ذكرنا أنه الأطفال هن ما بيعرفوا يدلوا على منطقة الألم، صحيح. ولكن
عند ظهور أي ألم، إن كان لساعات، إن كان ألم يروح ويجي، قبل ما أنه يعني يتشخص أنه هو جرثومة من قبل الطبيب، الأم ما بتعرف. صحيح. شو هي الإجراءات الأولية يلي لازم الأم تعملها، أو الإسعافات الأولية؟ كيف فيها تبتعد عن الأدوية، يمكن تستخدم المشروبات الساخنة أو إلى ما هنالك؟ هلأ فضل. إذا الطفل صار عنده ألم بطني، أول شيء بتشك الأم أنه أخذ برد. صحيح، شوب، ممكن مكيف، ممكن مروحة، ممكن أكل فواكه صيفية إذا بالفصل الصيف مثل المشمش والكرز والبطيخ الأحمر يلي فيه ألياف، ممكن يعمل ألام بطنية وأسهالات عند الأطفال إذا أخذ بكسرة. ممكن الأكلات الطيبة بسبب أشعة الشمس قد تكون ببعض الأحيان يعني سيئة الاستخدام. ممكن المايونيز، ممكن يعني بدنا نقول بالعموم ممكن يؤدي لسوء التغذية أو اضطرابات الهضم، ممكن تؤدي إلى ألام بطني. الأم هون تستخدم مسكن ألم بطني مع زهورات وما شابه ذلك إذا ما كان لازم تراجع الطبيب يعني هون، وخاصة إذا في إقياءات. دكتور، إذا عنده جرثومة والأم استخدمت يمكن مسكنات غير ملائمة. صحيح، للجرثومة. هلأ أو مو يعني الألم البطني هو عرض شائع جدا عند الأطفال. ليش قلت لك ما بدي أربط فورا؟ هلأ بيشوفونا بكرة كل واحد ألم بطني بيروح هنا بشخصوا للدكتور. دكتور معه ابني جرثومة معدة، منصير من 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 منشتغل بهوجائية طبية خاطئة شوي. ألم البطني ممكن يكون بأسباب كثيرة، لكن إذا صار عنده إقياءات مدمة أو خروج برازي لونه على سواد، على لون القطرون أو لون الأسود، يعني هذا دليل إنه في نزف بالأمعاء بالمعدة، والأمعاء الدقيقة القريبة للمعدة مكان ما تلطي جرثومة المعدة. فهون إذا صار هالشي إقياءات شديدة وبعدين صارت مدمة أو ما تحسنت على المسكنات، لازم تراجع الطبيب. الطبيب لازم يشك، لأنه جرثومة المعدة بتلطي بالغشاء المخاطي للمعدة وبعدين بتجرفه وبتصير توصل للعضلات تبع المعدة. حموضة المعدة بالبيبسين والمواد الحامضة في المعدة بتصير هي الغشاء المخاطي بيحمي المعدة من هالحموضة الزائدة تبع المعدة اللي بيساعد على الهضم. بس راحت هالأغشية المخاطية أو الغشاء المخاطي تبع المعدة بسبب وجود جرثومة المعدة، بتصير الحموضة بتاكل الجدار العضلات تبع المعدة وممكن يعمل انسقاب، ممكن يعمل قرحة يعني نازفة، انسقاب بالمعدة، ممكن بالأمعاء كمان القريبة بالاثني عشر وما شابه، ممكن كمان تلطي وتعمل نفس الشيء يصير في انسقاب. فإذا ممكن يصير قرحة وقرحة مع انسقاب بجدار المعدة وممكن يؤدي إلى نزف. هون لازم الطبيب يفكر بالموضوع، وهون أعراض الألم بتكون أعراض ألم شديدة، ممكن ما يعرف الطفل يحدد، يحط إيده هيك وهون، وبس يأكل الطفل بيرتاح، لأنه بس يأكل بتخف حموضة المعدة فبيرتاح، لأنه حموضة المعدة عم تعمل حرق للعصب اللي بيعطي، فبيصير ألم شديد وبيصير في تجشع حتى عند الطفل. فهون إذا شفنا أنه بس يأكل الطفل تحسن، معناتها في شيء تقرحي، بس شكينا بالشيء التقرحي عند الطفل لازم نشك بجرثومة المعدة، لأنه هي موجودة بعالم الطفولة كما هي موجودة بعالم الكبار. ومثل ما قلت لك العدوى سهلة العدوى ما بين الأشخاص، وهي جرثومة بتعيش بالوسط الحامضي يلي موجود بالمعدة وبالمنطقة الاثني عشر، يعني هي مجال حبة بالحياة بهالمناطق هي. نعم دكتور، يعني خلينا كمان نحكي من وحي الجواب اللي كنت عم تجاوبنا عليه وتعطينا معلومات، كمان في بيختلط على الأهالي بين التهاب المعدة مثلا، الأمعاء عفوا، وجرثومة المعدة، يعني كمان عم يختلط، فعم يصير في خربطة حتى بطريقة الإسعافات الأولية بدون طبيب، خلينا نقول. فكمان خبرنا عن هالشي ودور الحمية الغذائية بالنسبة لجرثومة. تمام. هلأ الآلام البطنية أو التهاب الأمعاء الحاد له أعراضه، بيجي فجائي، إسهالات، إقياءات، ارتفاع بالحرارة مع ألم البطن،
مع يعني شهية الطفل بتصير بتختلف، هذا بيجي بشكل فجائي. إسهالات عادية ممكن تكون مائية، ممكن تكون مخاطية، ممكن تكون يعني إلى شكل معين. هذا شيء إنتان حاد نحن بنسميه، وأكتريته هو فيروسي بسبب انتشار الفيروسات وانتشار الزيفانات الجراثيم اللي قد تكون موجودة بالأطعمة المخربة بسبب ارتفاع الحرارة اللي عم يتناولها الأطفال، لأنه الأطفال بالصيف عندهم متعة الحياة هو تناول المواد الغذائية، الأكلات الطيبة مثل ما بيسموها، أو الأكلات خارج المنزل. فهون بتكتر عنا الانتانات المعوية عند الأطفال. هون لازم يراجع الطبيب يعالج الأعراض السريرية بخبرته بحكمته، يعطي الدواء المناسب للطفل. كل دواء برد بقولة لطلابي اللي عم نعلمهم بطب الأطفال، بنقولة للأخوة المشاهدين، كل دواء هو عبارة عن سم. لازم أنا بس أمسك أي علبة دواء أعتبرها سم، ما بصير أعطيها للطفل إلا لسبب مرضي معين وبجرعة معينة حتى تكون بلسم للطفل. يعني ما بصير أعطي مشايلة، أعطيت معلقة والله معلقتي 5 ميلي ولا 2 ميلي ولا 7 ميلي هيك مشايلة وأعطي طفل قد يكون وزنه 10 كيلو، قد تكون هي الجرعة سمية للطفل وتؤثر على بعض أجهزة الجسم عنده وتؤدي إلى اختلاطات ما منحب نشوفها عند الأطفال. فإذا استخدام الأدوية كمان بشكل عشوائي للأهل حتى المسكنات لازم تكون بشكل حكمة وبتعرف الجرعة لحتى بين ما توصل للطبيب ويعالج الطبيب. هي بالإنتانات المعوية العامة مثل ما بنحكي بالعموم. بنجي لجرثومة المعدة، ما بتجي بشكل حاد، يعني ما راح اليوم تصير معي الجرثومة اليوم بلش ألمي وأقعد أشكي لهذا، بتصير بشكل تدريجي، بتخف الشهية، بتصير الألم أوله بسيط، لسه ما أكلت الغشاء المخاطي بالشكل اللي يعني الكثير حتى يعطي الألم الشديد. بتبلش تتطور الآلام عند الطفل أو المصاب حتى الكبير، حتى توصل الحرقة شديدة جدا، الألم شديد، بس تبلش الحموضة المعدة تضرب جدار، يعني الحموضة تكون شديدة على جدار المعدة، يكون الغشاء تاكل كلياته. هون بقى نحن منشك بقى بهذا مع قياءات، مثل ما قلت لك ببلش يطلع دم، بس يصير في تآكل بجدار المعدة، بصير بيطلع دم، بتآية بيطلع فيه خيوط دم، بصير النزف بيمشي مع الأمعاء حتى يوصل لمسافة بعيدة، ليوصل مع البراز بده يصير لونه أسود. فهون في أعراض، الألم ما بيسكت إلا بعد الأكل مع مسكنات معينة. فهون الطبيب في ارتفاع بدرجة الحرارة، ممكن ما يصير ارتفاع بدرجة الحرارة بنوب، وأعراضه مثل ما قلت لك لفترة هذا، وبتصير بقى الأعراض، الأم بتعطي مسكنات، الطبيب بيعطي مسكنات، بشك بشي تاني ما عم تزبط معه، بيفكر قلس معدي مريئي، هو بصير على الإزمان تبعه بصير قلس معدي مريئي، الحموضة بتطلع لحتى للمري، بصير حتى حرقة بالمري. حتى عند الكبار هي نفس الأعراض، بس الطفل ما بيعرف يعبر عن الأعراض. فهون بيعمل تحليل فيه تحليل دم الضاد الجرثومة المعدة، وإيجابيتها ما بتكون كتير يعني دقيقة. نعمل تحري الجرثومة بالبراز كمان، ضمن مخابر كمان بدها تكون ذو خبرة على إجراء هذه التحاليل، لأنه في بعض المخابر يعني مو كل المخابر عندها تجهيزات لحتى تعطيك النتيجة بالشكل السليم. هي شغلة. الشغلة الثانية ممكن نعمله كمان، في عنا تحليل نفخ بالبالون، هذا ما هو متوفر بالمخابر، ممكن متوفر بمخبر أو مخبرين في مدينة دمشق، بس ما فيني أطلبه أنا لأنه ما هو متوفر بكل المخابر، فممكن نعطى نتيجة خاطئة له. أكيد أنا بس شخص جرثومة المعدة عند الطفل، كمان ممكن أخذ خزعات، لأن احنا عند الكبار بناخذ خزعات من المعدة وبندرسها حتى نشوف إذا الجرثومة موجودة، بناخذ من أماكن تآكل الأغشية المخاطية مكان التقرحات، وممكن ناخذ عدة خزعات حتى تعطيني الإيجابية، ممكن أخذ خزعة تطلع سلبية. فمنقول له للطبيب اللي بده ياخذ تنظير هضمي علوي بعد ما نشك بأمراض وما يعني وبدنا نشوف شو سبب هالتقرح، بياخذ لنا عدة 5 إلى 6 خزعات ناعمة من أماكن مختلفة حتى نشخص
جرثومة المعدة كبارا وصغارا. وبعدين بقى من إذا شخصت لازم نعطي دواء مضاد هذا بنسميه مضخة البروتوني اللي هي بتؤدي إلى زيادة الحموضة بالمعدة، بنعطي الأوميبرازول، مشتقات الأوميبرازول بجرعة معينة طبيب الأطفال بيحددها، ما بصير نعطي بشكل عشوائي، ويعطى للأطفال من الصغر يعني من أي عمر منشخصها ما عندنا مشكلة، طبيب الأطفال يتعامل مع أي دواء، وبيكون هذا السم بيكون بلسم للعلاج للدواء مع أدوية التهاب. الجرثومة ملعونة هي سلبية الجرام نحن بنسميها، بس ما بتنقتل بدواء واحد للالتهاب، فممكن نشارك دوائين أو ثلاث أدوية التهاب لفترة أسبوعين ولحتى يتحسن، لكن دواء المضاد للحموضة لحتى يرد الغشاء المخاطي تبع المعدة يرمم نفسه، ممكن نضل بأدوية الأوميبرازول لفترة شهر وشهرين بجرعات معينة حتى يرد هذا الغشاء المتآكل، الحموضة المعدة ما عاد ترد تاكله، نخفف الحموضة المعدة ليرد يرجع يتنشط ويرجع الغشاء بالشكل السليم والقرحة تطيب وتشفى. هذا عند الكبار وعند الصغار. والآلام مثل ما قلتي ما رح يعرف الطفل يقول أنا ألمي بالمنطقة الشرسوفية، أنا ألمي ببطني هون، هون بقى الطبيب بده ينفي كتير أمراض من آلام البطنية عند الأطفال، ممكن آلام استقلابية، ممكن آلام هضمية، ممكن آلام سوء يعني اضطرابات إنزيمات هضم، ممكن اضطرابات بالتغذية، بده ينفي كتير شغلات ويضل بباله بمخه الجرثومة، لأنه إذا ما لقى أي سبب لازم يفكر فيها، لأنه مثل ما قلت لك نسبة الإصابة بالمجتمع نسبة مو قليلة 50% من المجتمع، وعند الكبار 50% تشمل الكبار والصغار؟ كبار وصغار يعني نسبة عالية، وخطورتها أنه هي بتاكل الغشاء وبتقعد بتلطي وبتضل ساكنة وموجودة، فممكن على استخدام الأدوية الواحد ما بيشخصها إن كان كبير ولا إن كان بالسن اليافعين، فبياخد الأوميبرازول أو ما شابه من الأدوية لتخف الحموضة وبيرتاح، بيقول لك أنا بس أخذ برد بيصيبني وتاب بمعدتي أو بيصيبني هيك، وهي أحد أسباب سرطانات المعدة على الفترات الزمن الطويل، فتعتبر من الجراثيم جرثومة المعدة، لازم تعالج من الطفولة إذا اكتشفنا وجودها وما نخليها تتعايش مع الجسم والإنسان يتعايش معه ويتعايش مع الألم المعدة يلي هو له أسبابه ومنه للأسف الجرثومة اللي هي أحد أسباب الحالة الحادة والأمراض الخطيرة اللي ممكن نشوفها بالأعمار الكبيرة. نعم دكتور، بما أنه عم نحكي عن أعراض ومشاكل المعدة، تغيرات الطقس واليوم الفواكه اللي كتير نشكر الله يعني النعمة الموجودة ببلدنا الكتيرة وتخبيصات الأطفال الكتيرة كمان، هي من أبرز المشاكل، برد وجبس، نحن بنقوله جبس بطيخ الأحمر الجبس بدنا نحكيها نحن المنطقة الوسطى حمص وحما وإدلب والمنطقة حلب بسموه جبس تمام. ومشمش وما إلى آخره. اليوم شو مدار الفواكه اللي بكترة عم تكون وأيضا الغير مغسولة، شو هي يمكن يعني شو عم تسبب مشاكل للأطفال غير المشاكل الآنية، مشاكل لقدام قديه هي ضارة إذا أخذت بكميات كبيرة أو كانت معنا مغسولة؟ هلأ الفواكه سبحان الله دائما لكل فصل له فواكه، فصل الصيف هو فصل التعرق، فصل نقص السوائل، صح. فالفواكه الموجودة بلاد الشام هي يعني هي العالم الجميل اللي حسدونا عليه وحاولوا الإرهابيين يدمرونا بلاد الشام، وأثروا علينا كتير بهالعشر سنوات من الحرب الإرهابية على سوريا وبلاد الشام. في عنا الخيرات الموجودة في بلاد الشام ما أنا موجودة في أي دول في العالم، فهون التوازن الطبيعة الإلهية. فأنت في فصل الصيف نقص السوائل بدك فواكه تعوض هالسوائل، فنوجد البطيخ الأحمر الجبس، حتى البطيخ الأصفر، حتى العنب، حتى الكرز، حتى المشمش يلي بيحوي لسوائل تعوض هالنقص اللي عم يصير عند الإنسان بس يتعرق كان طفل ولا كان كبير، وبتعوض حتى الشوارد اللي ممكن يفرزها عبر التعرق، بتلاقي إذا بناخد منها تركيزتها بتلاقي الشوارد مركزة بطريقة إعادة إلهية يعني معجزات.
فلذلك تناولها هو يعني شيء جميل، لكن مثل ما تفضلتي بكميات لازم تكون يعني كميات مقبولة، مو الواحد يقعد فطور وغدا وعشاء فواكه بشكل كتير. اولا النظافة لازم ضرورة جدا، غسيل الفواكه، وخاصة انت بتعرفي اكثر البساتين بمخوها بمواد ضد مبيدات حشرية، مبيدات للعرتيلات بسموها ما بعرف شو، هي المبيدات اذا تناول الطفل او الكبير الى مضار كتير على مستوى الحاد وعلى مستوى الزمن. فلازم دائما هي المواد تتغسل، الفواكه تتغسل بالشكل السليم، لازم ننظفها وفيها ألياف. الألياف كتر الألياف عند بس ياخذها الطفل ممكن تؤدي لآلام بطنية، لأنه بتزيد الحركة الحوية تبع الأمعاء، حركة الأمعاء مثل الحركة الدودية نحن بنسميها، مشان تمشاية المواد الغذائية والتبرز. هاي الحركة بتزيد بزيادة الألياف بهالفواكه هي الصيفية، فهون بقى بيصير عنا زيادة الحركة الدودية، بتصير آلام بطنية، بتصير إسهالات، حتى ممكن يصير في إقياءات، وبصير عند الطفل تطبل بالبطن، شعور بكتر الغازات عنده. فهون كترة إذن هو كمان غير مقبول. لازم دائما أي شيء لكن الألياف هي اللي بتعمل هي الحركة المعوية، لكن بتزيد الحركة الحوية بالأمعاء. البطيخ كله ألياف، المشمش بتلاقي الواحد بيأكله شوية مشمش، الطفل تاني يوم أخذوه على الدكتور ومسهل وعنده آلام بطنية، هو سبب الأكل الزايد من الفواكه الصيفية. ناكل لكن بطريقة نظيفة وبكميات مقبولة حتى ما يصير في عنا أعراض مرضية عند الأطفال. إذا كانت ملوثة ممكن تؤدي إلى أنتانات فيروسية، إلى أنتانات جرثومية، ممكن تعطي أعراض التهابية إذا كانت ملوثة، وإذا كانت مبخوخة وما غسلناها بتعطي أعراض سمية، يعني كمان منشوفها ضمن الممارسة العملية في مهنتنا. أنا دائما بخاف من مشتقات البيض والمايونيز وهدول بالصيف، الأهالي الشاورما والساندويش، نحاول نخفف من هالأطعمة هي من الأماكن، نحاول بالبيت الأم تلاقي طريقة تمتع الطفل بآلية التغذية المنزلية، نخفف من الأكلات اللي ممكن تتخرب بأشعة الشمس أو من سيخ الشاورما أو ما شابه ذلك، حتى نخفف من زيفانات هالجراثيم هاي يلي هي زيفانات السالمونيلا وزيفانات الفيروسات الأخرى يلي عم نشوف انتاناتها كتير بهالوقت هذا كمان من السنة. نعم دكتور، يعني كتير معلومات قيمة، وإن شاء الله بنتمنى سلامة لكل الأطفال والكبار كمان، ويمر هالصيف هيك على سلام ويكون هيك في راحة بال كمان. نتشكرك كتير ونتمنى لك الصحة والخير. شكرا لك. شكرا لكم ولصباحكم الجميل، وإن شاء الله دائما أطفالنا بعيد عنهم جرثومة المعدة والأمراض الهضمية يلي ممكن نشوفها، ويضلوا هيك بسمتهم ملاية البيت بسعادة وبجمال هالصيف هذا. وصباحكم حلو. صباحك حلو. شكرا كتير لك دكتور قصي الزير، شكرا كتير لك، ويسعد صباحك. ويسعد لي صباحك يا رب.